بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شاركه نرجع للأول، للأول صيام. هلا يعني كل عام بخير، الله هيك يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله بالخير والفتح والنصر إن شاء الله، والنصر والتمكين والعزة والكرامة. قال: باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه مسلم، رواه الخمسة وصححه ابن عباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة ذكر يعني الفساء والدراط، فصار الضحك الصحابة، صار الضحك، فقال لهم: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ شو عم تساوي أنت؟ ليش عم تضحك؟ بعدين هذا علم بدك تعلم. فكان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، كل شيء، ابدا كل شيء، كان يعني حتى الاستنجاء كل شيء. اجى واحد لعند رجل من اهل العلم عم يدرس الناس الطهاره ولي، قام شو قال له؟ قال له: العالم وصلوا للامر وانت لساعتك عم تعطي بالاستنجاء والطهاره؟ قال له: انت يعني اكثر الناس، انت لا وصلت مع اللي طلعوا على الامر، وصلت للامر ولا قعدت علمت العلم معنا، فانت اكثر الناس يعني خسران، اكثر الناس خسران. فلا، نحن العلم هذا كله، العلم ناخذ به كله، يعني ناس مختصين بالفيزياء بالكيمياء بالعلوم كلها، ومع ذلك كانوا يتعلموا العلوم الشرعيه. ابن سينا كان فقيه، ابن سينا فقيه. الفخر الرازي كان رجل عالم ولكن كان ايضا مفسر فقيه. طيب، قال: اذا فسى احدكم في الصلاه فلينصرف وليتوضا وليعد. معنى هذا أن الحدث إذا أحدث معناها فقد انتقضت صلاته، انتقضت صلاته ولا تصح له صلاة حتى يتوضأ، فليعد الصلاة. طيب، إذا غلبه هذا الأمر وهو في الصلاة انقطعت صلاته، انقضت صلاته، بطلت يعني، بطلت صلاته وعليه أن يعيد. على خلاف، بس لكن هذا الراجع عن جمهور الفقهاء، إلا السادة الأحناف يقولون قول آخر، بس لكن مرجوح، ما حنذكره لأنه مرجوح خلاص. طيب، قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. كلمة حائض، طيب الحائض بتصلي؟ تمام، معناتها من بلغت سن الحيض، يعني من امرأة يجب، متى ما بلغت سن الحيض معناتها وجب عليها الصلاة. فإذا لا يقبل الله تعالى منها هذه الصلاة إلا بخمار. يعني خمار، ما معنى الخمار؟ أن تغطي كل شيء إلا الوجه والكفين. طيب، في نساء كثير، وهذا ينبغي أنه تنبهوا نساءكم عنه، وهو ظاهر القدم. في نساء بيلبسوا مثلا تنورة أو بيلبسوا مثلا بنطرون وبيصلوا. طيب، ظاهر القدم، كمان ظاهر القدم وباطن القدم من تحت كله بده تغطيه، لا تصح الصلاة إلا بتغطيته. شو بده يساوي؟ بيلبسوا جرابات، أو بتبقى التنورة غالبا هيك بتبقى نازلة لتحت، صحت. أما ظاهر القدم أو باطنها ما صحت صلاتها، أو ظهر شيء من شعرها أيضا لا تصح صلاتها، الوجه والكفين فقط. لذلك لا يقبل الله صلاة. كمان مو بس تتعلم، تتعلم تعلم أهل بيتك، أو إذا ما بدك تعلمهم تترك لهم الفرصة أن يتعلموا، يأتوا للمساجد، يروحوا عند طالبات العلم يتعلموا. طيب، حتى لو كانت مصلاها حتى ولو كانت حتى بالظلام، لا انت ليش ستر العوره، ستر العوره. لو كنت مثلا في ظلام بالليل مثلا تستر عورتك؟ طبعا تستر عورتك، لانه ستر العوره هي من اجل الوقوف بين يدي الله تعالى، لا من اجل الناس. بيجيبوا الفقهاء الشافعيه لهم كل شغله هذول الفقهاء، الله يستر، بيقول لك لو الواحد عم يصلي على الاسطوح ولابس قلابيه، وهذا اللي قاعد تحت عم يبصبص عليه من فوق من تحت، وشايف عورته من فوق، صحت صلاته هذا ولا ما صحت؟ صحت صلاته، لانه العبره بالظاهره. اذا هذاك عم يطلع من تحت جبنه سابق، عرفنا شلون؟ حتى قالوا اذا كان عنده مثلا قميصه ابته عريضه، بحيث اذا عمل هيك بيشوف عورته، صحت صلاته. الظاهر، العبره بالظاهر هيك، ما لا من تحت ولا من فوق. بيجيبوها كل شغله، بيجيبوها الفقهاء لحتى ما يسالك الواحد يسال. مره الله يرحم شيخنا الشيخ صادق، اجى واحد هيك من طلاب العلم الحديثين، يعني
قال له شيخ يعني مدش قصتهم هالفقهاء كيف بيجيبوا كل شغله بيجيبوها بكتبه ما انزل الله بها من سلطان. قال له شو يعني شو اعتراضك على اي شيء؟ قال له لكان بيقولوا الفقهاء انه اذا واحد مع سامحوني لو حكيت هيك يعني اذا واحد جاب جره وعبى فيها ريح يعني فسى فيها يعني مثلا وعبى فيها ريح وغطاها وحملها بالصلاه صلاته صحيحه. قال له ليك لك شوف الله يرحم الشيخ. قال له لو كنت عم تقول لي هذا الكلام قبل هذا الزمان ربما ما عندي دليل انه رد عليك او ما عندي شيء اللي احاكيك فيه. لكن بهذا الزمان قال له في شيء اسمه القسطره. لما بده يتوضا ويصلي الواحد يصلي شو بده يساوي فيها هاي القسطره؟ بده ينظفها يغسلها وينظفها ويصلي. فهذه القسطره مفتوحه الى المخرج. فمعناتها شو؟ معناتها مباشرة الوجوز هو عم بيصلي تمتلئ بالغاز. فلو ما ذكرونا الفقهاء رحمه الله تعالى هذا الحكم كنا بدنا نتحير. فأحيانا في أشياء يعني بيذكروها الفقهاء نادرا ما تحدث كانت بزمانهم. بتعرفوا شو كان في شغلة افترضوها افتراض الفقهاء ما كانت تحدث أبدا بزمانه؟ بدها تستغرب. افترضوا افتراض إنه واحد ما بيصلي. تصور هذا كان يفرضوه. ليش؟ لأنه ما كان حدا ما يصلي. ما حتى المنافقين شو قال تعالى عنهم؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. معناتها شو؟ كانوا يصلوا. ليش؟ لأنه فيها روح راس. كان يروح راسه إذا ما صلى. لذلك كان يفترض افتراض. وليش؟ لأنه من ترك الصلاة فقد كفر. وعند الإمام أحمد يكفر حقيقة. وأنا أميل إلى هذا القول. لا حدا يقول حنبلي الشيخ ماسك حنبلي لا. ليش؟ لكن دليله أقوى. ليش؟ قالوا له الإمام أحمد لا يا أخي من أنكر الصلاة فقد كفر. هذا اللي بيتركها وهو منكر لها. قال له لا يا أخواني اللي بيصلي هو عم بيصلي ولكنه منكر للصلاة هذا كافر. فعنات إنكار الصلاة سواء يصلي أو لا يصلي كفر. لكن من ترك الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. معناتها فقد كفر حقيقة عند الإمام أبو حنيفة. الفقهاء الثانيات يعني بيأخذوا بالرخصة لعلهم. طيب نأخذ حديث آخر وبس عادي ما هنطول عليكم. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الثوب واسعا فالتهف به يعني في الصلاة. ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به. ولهما في الحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. معناتها هنا سؤال مو مثل حكايتنا نحن كل واحد بيفتح الخزانة معباية مصفصفة أثواب. كان أحدهم ما عنده غير ثوب واحد وربما ما عنده غير كان اللي من فوق اسمه رداء واللي من عند السرة وتحت شو اسمه إزار. فأحيانا ما يكون عنده غير ثوب واحد. سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعني يصلي في الثوب الواحد فقال إن كان الثوب واسعا فالتحبيه. المصور كله لا تحبيه يعني في الصلاة. وخالف بين طرفي واحد هيك واحد خالف بين طرفي. وإن كان ضيقا إذا كان ضيق فاتزر به. فإذا عورة المسلم عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة هذا هو الإزار. هلا مثل بالحج مثلا بالحج شو بيساووا؟ إزار ورداء. في ناس من الجهل هلا بشوف بفكر الناس انه الحج لازم دائما هيك مبين هذا نص بنص. لا هذا الاطباع اسمه هذا الاطباع هذا فقط في الثلاثة اشواط الاولى من الطواف واذا كان طواف بعده سعيها. اما كل احواله شلون بده يساوي الواحد؟ كل احواله بده يكون هيك الرداء عليه ما بده يصلي نص بنص دائما ماشي طول الطريق. من يومين من كم يوم شفت صورة وقمي حقيقية مو مفتعلي للسيسي. هدول المنافقين بيظهروا للسيسي سبحان الله هذا الرجل هذا الكافر. لا حد يقول هذا الشيخ بكفر كفر كفر الله بدبر لا كافر هذا. هذا هو أمثاله كل حكام العرب. المهم فشوفوا من 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 جذبته الله سبحانه وتعالى بيفضح هو حكام العرب كلهم. قال واقف هيك وحاطط الكومبرس اللي وراه هذا بيقولوا له شو بيقولوا له هذول اللي حواليه وعم بيدعي. وين الكعبه؟ الكعبه وراه. اللي عم يقول انه غبي هالولد. عرفت شلون؟ بده يدعي قال التجي مشان الصوره يصوروه.
هذا حي كعادين عم يعمل عم يخشع يعني، بس وين الكعبه اللي ورا؟ سبحان الله، يأبى الله تعالى الا ان يفضح امثال هؤلاء، افضح هؤلاء. لذلك انا قلت حتى على الخطبه بطول السنه ما بيصلي، واذا صلى بيصلي بلا وضوء، كل الحكام اغلب الحكام العرب، وما بيصلي غير صلاه العيد بس. تصور قديش صلاه العيد معناتها اكثر من الفريضه، لانه شايف يشوفون الناس، وهذا تبعنا نحن كمان بيصلي قبل بالنهار، صلي يوم الثلاثاء بخاف على حاله. الحمد لله رب العالمين، الله يجزيكم الخير على حسن استماعكم.